بذمتك انت فاهم حاجه من اللي بتسمعه ده؟ يعني انت كنتوا فاهمين حاجه من دي ولا شمندوره؟ سمعوا يا فندم. ماشي يا سيدي. ياما كنا زمان وياما حنكون بنشوف الصح ونتغير، عمرنا عشناه متشكلي ولون كل كبير كان قبله صغير، كلنا ماشيين نفس السكة بنقابل ميت فرصة جديدة، الدنيا في ايدك وبتك تقرب اي مسافة بعيدة، اتقيت من نفسك وتقبل اطمن وارتاح للموضة، قرب حتشوف المستقبل موجود حواليك جوا الاوضة، الفرصة لا يمكن حتفوتنا مسافات بتبعد حد في وسط الدايرة حوالينا، لحظة بلحظة فاهمين بعض، خلينا نحاول ونقرب بدل الفرصة نحاول نية، بنشوف على قد ما بنقرب في البعد، الصورة ماهيش هي مفتوحة السكة وبتوصل مهما حيحصل احنا سوا، واللي يتوه التاني يسأل كلمة في كلمة نوصل هوا. رأيكوا ايه؟ يا حكاية وشفيفة، فرصة جديدة لو مش شايفة مكمل فيها وانا هو عايشها، ودي متعادة دايما عارفة ايه، تيجي هنا سيلنا بيني وبينك تحور بيننا، تملي حبايب معروفة اننا صورة واصلها بس قلبة، انا فاهم اني من بعيد مش مفهوم بس قرب هتلاقي التفكير في النجوم زي بقية الجيل، انا رزين بس مجنون، ايد بتسلم ايد بتسلم ايد ده المطلوب، ملك وكتاب احنا الصورة والقصد، حكاية وفصولها مكتوبة في النص، عن بعد ما تشوفش المجهود اللي اتحط وما تشوفش اني زيك بالظبط، خلينا نحاول ونقرب بدل الفرصة نحاول مية، بنشوف على قد ما بنقرب في البعض، الصورة ماهيش هي مفتوحة السكة وبتوصل مهما حيحصل احنا سوا، واللي يتوه في التاني يسأل كلمة في كلمة نوصل هوا. عشان نفهم بعض محتاجين بدل الفرصة 100، بنك القاهرة 70 سنة فرص بلا حدود.